ازيكم يا مواليد برج السرطان، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا. توقعات برج السرطان الجمعة 8 اكتوبر تشرين الاول 2021. تشعر انك ممتلئ بالطاقة ومستعد لبعض العمل الجاد اليوم. سيؤثر تدفق الطاقة الايجابية لديك على الاخرين، حيث تنشط كل فرد في فريقك للعمل بشكل افضل. حتى في المنزل ستتحمل مسؤوليات اكثر بكثير مما تتحمله في العادة، مما يرضي من هم بالقرب منك. تحتاج فقط الى التأكد من استمرار هذا الاتجاه وانك لا تحرق نفسك. عاطفيا، اليوم مثالي للعاطفة والنار. كانت المطالبة الرومانسية تتراكم في داخلك، لكنك قللت من شأن التعاطف وقوة مشاعر شريكك. تحتاج فقط الى توضيح مطالبك من العلاقة وستكون اكثر من متطابق، لذا استفد من هذا الوقت لبدء فترة اكثر حماسة في علاقتك. مهنيا، لقد كنت دائما صعبا للغاية في عملك، وسيفوز اهتمامك بالتفاصيل بدعم موافقة رؤسائك اليوم. أخيرا ستلاحظ إخلاصك وإبداعك وتفانيك في العمل، وستنتظرك مكافآت كبيرة. سيكون اليوم مشغولا ومليئا بالالتزامات المتعلقة بالعمل، لكنك ستشعر بالسعادة والحيوية. صحيا، لقد كان جسمك رفيق رائعا ويعمل بلا توقف، لذلك لا ينبغي أن يكون من المهم بالنسبة لك أن تفعل شيئا لجسمك. يجب عليك ممارسة الرياضة والنوم جيدا. ومع ذلك، إذا واجه جسمك بعض الصعوبات في العمل بشكل طبيعي، فيجب عليك اتخاذ جميع التدابير الاحترازية لمواصلة العمل. سيكون أحد هذه التدابير هو زيادة كمية الماء. توقعات برج السرطان للرجل. يومك قد يكون مميزا إذا واجهت طاقتك نحو فعل أنشطة مميزة. مولود برج السرطان، عليك بالتروي قليلا بعيدا عن كل ما يؤثر على أعصابك، فلا تستعجل حدوث الأمور وكن صبورا. ابتعد تماما عن الشخصيات السلبية، فإنهم يحاولون استنفاذ طاقتك التي قد تحيل بينك وبين تحقيق أحلامك. حاول أن تقضي وقتا أكبر مع عائلتك. توقعات برج السرطان للمرأة. اليوم العيون كلها مسلطة عليك. أن تحسني التصرف، فكري في كل كلمة قبل أن تنطقي بها وكل حركة قبل أن تفعليها. كوني دبلوماسية وإحرصي أيضا على مظهرك. على الصعيد العاطفي، لديك الكثير مما يدور داخل عقلك، لذا وازني خياراتك جيدا. توقعات العلامة الأولى مواليد 21 يونيو إلى 2 يوليو. إن العراقيل التي تنبأت بقدومها منذ فترة تظهر تدريجيا وتتحول إلى واقع، وبات تفاديها أمرا مستحيلا. واجه تلك التحديات في أسرع وقت، حتى وإن كانت المهمة صعبة. كلما تأخرت في ذلك تراكمت العراقيل، ووجب عليك مضاعفة المجهود لتجاوزها. توقعات العلامة الثانية مواليد 3 يوليو إلى 12 يوليو. يتنبأ باقتراب وقوع مشاكل غير متوقعة، وتحفزك على حلها أصعب من المعتاد. فلا تيأس وأعثر على بدائل. تساءل أيضا إلى أي مدى ستؤثر تلك المشاكل السلبية عليك شخصيا. من الأفضل الانتظار والسماح بأن تجد المشاكل طريقها للحل بمفردها. توقعات العلامة الثالثة مواليد 13 يوليو إلى 22 يوليو. لأول مرة خانتك الأنماط السلوكية الاعتيادية الخاصة بك، ووضعتك في مواقف حرجة استراتيجية. الحلول التي تنتهجها في المعتاد لا تحسن من الأمور مهما حاولت مرارا وتكرارا كنوع من التغيير. حاول التخلي عن تلك الأنماط الاعتيادية واتخذ منهجا جديدا للقيام بتغيير حاسم. سيكون المخرج للمواقف والمشاكل المستعصية.